السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا باشمهندسين؟ سؤال بتسأله دايما، ايه اهم المعدات اللي اتعاملت معاها اثناء شغلي في مجال الاويل اند جاز؟ البريشر فيزلز، وبتبقى وفقا للكود ازمي 8 ديفيجن 1. البروسيس بايبنج وفقا للكود ازمي بي سير 2.3. طبعا التنكات وفقا للكود اي بي اي 650. الستيل استراكشر وفقا للكود اي دبليو اس دي 1.1. البايبلاين وفقا للكود ABI 1104. هطلب منكم لايك وشير وسبسكرايب